يمزعك؟ شو قاعد تسوي هان؟ ها؟ وانت كيف تقتحم مقر الاتحادي بالطريقة هاي؟ ها؟ خصوصيات يا أخي هاي. خصوصيات؟ بعدين هذا المكان مكاني، أنا منشل عليه من امبارح، يلا اقلب وجهك. راحت عليك حبيبي، اللي من الصبح قاعد يزبط فيه، روح شوف لك محل ثاني. بتزبط فيه؟ انت بس شفتني نازل على الانتخابات صرت بدك تنزل؟ صالح ترى فقدتني تركيزي انت. خلص الله معك يا اخي. بعدين اصلا جايني ضيوف. جاييك ضيوف؟ عساس في حدا بيعرفك غيري يا مقلعط. انت مثل اللقمه بالزهر دايما طالع لي. تعرف شغلي يا صالح، اول ما اصير ناخب اول اشي راح اعمله راح انفيك على قريه ثانيه. قلت الرد بعدين شو اللي كاتبه هذا؟ اهلا وسهلا، نحن في خدمتكم، تفضل. مرحبا يا كبير. اهلا. سمعت انك ماذا عن انتخابات. يعني مين ممكن تلاقي احسن مني يا ابو سعد؟ بس انت ماشي بطريق غلط، انا بقول لك. ليش يا ابو سعد؟ هات 50. هات 20. تتعب حالك وبتروح وبكره بتيجي على نفس الموعد. والله شكلك فاهم موضوع الانتخابات يا ابو سعد، بس اوعى تروح فالحة. ان شاء الله بالك كمان اهبل التالي كمان نازل انتخابات. هات كمان 20. كمان 20 ابو سعد غير 130؟ اسمع لي، بكره بلاقيك نفس الوقت ونفس الساعة. خلص فاهم فالك ناجح يا هلا ابو سعد. هلا ناجح اكيد. هلا ابو سعد. هلا بين زبط لنا الوضع يا ابو سعد. ناس رايح وجاي. انا من ضمن عملي توعيه الناس وتوعيتكم للانتخابات اللي جاريه حاليا عنا بلوق. يا جماعه الموضوع مش محتاج كل هذا، الموضوع بكل بساطه اني انا من اول ما دخلت قريتكم وانا عم تواجهني كثير مشاكل. انا عشان هيك جاي اوعيكم وافهمكم. خد نفس المكتوب على الورقه بتحكيه، فاهم؟ تغلط هون ولا من هون يا بطخك، فاهم؟ نفس المكتوب على الورقة بتحكيه، بتغلط هون ولا من هون يا بقطع لك هدول، فاهم؟ يا براس كبير. بنجح ان شاء الله ما بتنجح. سوف اقوم بتظبيطكم وتوظيفكم كلكم طبعا. والحفر الموجودة بالقرية راح نحولها لبحيرات فيها سمك وجمبري. والحفر الموجودة في القرية سنحولها إلى بحيرات فيها سمك وجندلي. سوف أشتري لكم بكبات. وسوف أشتري لكم البكبات. سوف أشتري لكم بسكليتات. وسوف أشتري لكم البسكليت. وشن شنانة. سوف أشتري لكم حليبا ياك. وسوف أشتري لكم حليبا ياك. لا، هاي مظاهرة، هذه مؤامرة. ولك مين بعتك علي انت؟ ولا يا صالح، ولا لاقط، ولا تعال. هذا يا صالح، هذا